هذه المزرعة الذكية لزراعة القطن تعمل بنظام بايتو للملاحة بالأقمار الصناعية، وهذا يعني أن الآلات والجرارات التي تستعملها هذه المزرعة تعمل بدون سائق، والطائرة أيضا بدون طيار، وهي طائرة لمداوات المزرعة بالكامل. استعمال هذا النظام ساعد المزارع على خفض التكاليف ورفع المرابيح وتحسين المحاصيل. من هنا جرار من دون سائق يسير في أرض خضراء لا بشر فيها على شتلات تبدو في أول موسم زراعتها، ومن هناك طائرة من دون طيار ترش الأرض مبيدات حشرية لضمان نمو هذه الشتلات على أفضل حال. مشهد غير مألوف يصور مرحلة من مراحل الزراعة الذكية والممكنة، بيد أنه مألوف وعادي بالنسبة لعبد الله محمد صاحب مزرعة الذكية. تقع مزرعة عبد الله في منطقة أقصو بمنطقة سينتيان ذاتية الحكم لقومية الويغور، والتي تعد منتجا رئيسيا للقطن في الصين، حيث بلغ إنتاج القطن في المنطقة عام 2020 أكثر من 5,162,000 طن، بنسبة إنتاج بلغت أكثر من 87.3% من إجمالي الإنتاج الوطني حسب المكتب الوطني للإحصاء. هنا تتم العملية الزراعية بكل مراحلها من بداية الحرث إلى البذر إلى المداوات وحتى الحصاد بآلات زراعية ذاتية القيادة تعمل بمنظومة بايتو للملاحة عبر الأقمار الصناعية الصينية. نحن用的是北斗石桶，嗯，先这个大概打开完了之后，这个拖拉机两边的宽度调一下，嗯，这是右边的，这是左边的宽度。 这个调完之后，那个转向打开，已经打开了，现在可以打招呼，可以走。对， مزرعة عبد الله هذه ليست استثناء، فنحو 90% من الأراضي الزراعية للقطن في سينتيان، أي ما يقرب من 2,000,000 هكتار، ممكننة بالكامل. مكننة يقول عبد الله والبسمة تعلو شفتيه إنها نعمة، فلولاها لظل مردوده المادي كما كان قبل 3 سنوات. نظرا لتكاليف العمال والآلات، كان ربح الصافي السنوي لا يتجاوز 50,000 يوان، أما الآن بفضل الآلات الزراعية ذاتية القيادة تضاعف دخلي 3 مرات، والسعر يبلغ حوالي 150,000 يوان. كل هذه الآلات ليست على ملك عبد الله، بل هي تابعة للتعاونات الزراعية المحلية التي تؤجرها للمزارعين بأسعار رمزية، 5 يوانات فقط للفدان الواحد. السعر هو نفسه سواء للجرار أو آلة الحصاد ذاتيي القيادة أو الطائرة دون الطيار التي تستعمل لرش الأرض بالمبيدات والأدوية الزراعية. بفضل هذه التكنولوجيا الجديدة أصبحت أرض عبد الله تنتج 400 كيلوغرام للفدان الواحد بدل 200 فقط في الماضي. أما بالنسبة للعمالة اليدوية فقد قال إنه لم يعد مضطراً لاستخدام عدد كبير من العمال، فالآلات الذكية تحل محلهم وتكسبه أيضاً. في الماضي كنت أعتمد على الجراد المتوسط مع 5 عمال في كل مرة لزراعة 20 فدان في اليوم، أما الآن فبفضل الآلات الزراعية أستطيع إكمال 100 إلى 150 فدان في اليوم الواحد. ساعدت الآلات الذكية ومنظومة بايتو عبد الله ومن مثلهم المزارعين في رفع إنتاجية الأرض وخفض التكاليف وأيضا اختزال الوقت، والوقت من قطن كما قال عبد الله. فاختزال الوقت يعني قطن أكثر، لأن إكمال العمل في أيام بدل أسابيع يسمح لشتلات القطن بالنمو أكبر وأسرع وأفضل، وبالتالي فإن المنتوج يكون أوفر وأجود.